عايز اقول ان الشركه ليها حق ليه، هو شايل على الاقل خمس الدوري وبندفع ثمنه، يعني ثمن ماتشات مش قليل، كبث فضائي وكرعايات وكفانيلا وكملاعب اعلانات، ما دي ارقام. والكلام كان برضو حته التشفير الدوري ده، بس طبعا اترفضت، اللي هي الشفر ب 50 اتكلموا في جنيه التشفير. واترفضت. انت ايه رايك بالفكره دي؟ انا شايف اللي هي سعر رمزي، بس هو الكلام ما راحش بقى، اتقفلت يعني من بدري. انت ايه رايك في الفكره دي يا كابتن سعيد؟ انا شايف ان الفكره مرفوضه. علي مستوى الدوري وبعد كده اعمل اللي انت عايزه، علي الكواليتي بتاع التصوير واعمل اللي انت عايزه، هو الفكره جت خلي من الجمهور يحضر واعمل اللي انت عايزه. الفكره جت من ازمات الانديه الشعبيه، يعني الفكره دي الحقيقه طلعت من الازمات اللي بعاني منها انت ما بتحلش ما بتحلش، والانديه الشعبيه مش هيوصل لها كام؟ لا التشفير ده يعمل لك مبالغ، لا لا لا، هتلاقي النسبه وتناسب برضه، وهتيجي ده مليار فوق مليار، هتيجي نسبه للانديه، في انديه معينه مش هيوصل لها فلوس برضه، وهيوصل لها فلوس قليله. وخلي بالك دي محتاجه حاجات على ارض الواقع، محتاجه اجهزه مختلفه، محتاجه النقطه مش اللي هو يلا هنشفر بكره الصبح، محتاجه طبعا دراسات وتتقال. يعني انت مره قلت، انا فاكر معايا في حلقه، يعني هي برضه مش كلمه بتتقال، مش انت كلمة لازم تعمل لي دراسه كامله حتى المشاهد لما يشوف. بس يعني الناس تقول لك طب والمشاهد البسيط، ما انت ممكن تقول لك انا هدفع 100 جنيه في السنه، يعني 8 جنيه في الشهر، زي اللي بتاخد منك على 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 بتاع النور، ايصال النور مثلا للزباله والقمامه وكده. وانت بتدور ليه صح على مش بيجي على ايصال النور؟ ما انت ممكن تعمل كده. وانت بتدفع ليه فلوس عشان تتفرج على الدوري الانجليزي والدوري الاسباني؟ انت بتدفع ليه فلوس؟ طبعا انت بتشوف كوره عاليه جدا، بتشوف تصوير رهيب جدا، بتستمتع، بتقعد تستمتع، شكل حلو، تصوير حلو، جمهور موجود، النجوم كبار موجوده، انت دلوقتي بتدور على الدوري السعودي، ما احنا بندور على الدوري السعودي، صح، على الماتشات بتتفرج عليها، صح، معاك حق. انما هتيجي دلوقتي الدوري السعودي بتشوف، هتيجي دلوقتي تقول لي انا يعني مثلا في ماتشات في الدوري، فانا في عدد من الماتشات متشاف، انا هدور عليه عشان اتفرج عليه ليه؟ يعني بما ان هي الحاجه هدور على ماتشين ثلاثه في الدوري اللي هتفرج عليه. ما هو ماتشين ثلاثه ليه؟ انت بتتكلم في ست فرق جماهيريه دلوقتي، السته اللي موجودين، صح؟ ما هو الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري والمحله والاتحاد، بس البلديه نزل، البلديه نزل، انتوا ست ست فرق جماهيريه، انت بتتكلم في الناس كرسة. النهارده في لقاء كده كان بيتعامل معايا كده في الملعب، كان عندي ماتش ودي، فحد بيكلمني فبقول له احنا بنلعب دوري شركات، فالناس يعني الموضوع صعب، 6 من 18 6 من 18 ولما يبقوا 20 الموضوع صعب جدا، ممكن تبقى 6 انا حاجة يعني كل ماتشات الدوري، يعني انت عندك كم ماتش ما فيهوش جمهور؟ يعني تلتين. طيب يعني انت بتتكلم في ايه؟ يعني النهارده مثلا البنك الاهلي بيلعب سيراميكا يا باشا ولا حاجه، وبيراميدز بيراميدز بتروجيت، يعني كل الانديه اللي فهي في حاجات كده اللي هو ايه، يعني خليك عاقل في الاول واعمل دراسه جدوى واعمل مميزاتها، بما انها تمس الناس زي ما انت بتقول كده، فايه المانع يبقى في حوار مجتمعي؟ يعني اعمل دراسه كامله كلنا نقعد نتناقش فيها في الفضائيات، وناس تخش وناس تكتب، والناس خد بالك لو الناس بتعترض ليه يا استاذ محمد؟ عشان هم مش شايفين زي ما السيد بيقول، مش شايف خدمة أصلا خالص، ولا نفس الفكرة الإذاعة، مش يعني البث والتصوير والمدرجات فاضية والدنيا كلها يعني متأجلات وأزمات ومشاكل، أنا النهاردة حاطط أزمة وفار بايظ، مش حاطط جمعة وسبت مثلا الماتشات كل أسبوع زي ده، احنا عشان نصلح الحاجات دي محتاجين مليار بتوع التشغيل نصف الدوري، احنا محتاجين المليار بتاع التشفير يصلح بيه الحاجات، بدل اللي انا بكلمك فيه اشتري شويه بار جداد كاميرات جديده، فده اللي انا بكلمك فيه. والنقطه الاهم، طب نقول اول سنه تشفير للحاجات دي، طب التشفير ده ماتشات الساعه 4 هتبقى مشفره برضه؟ يا اسم مشفره، مفيش حد بيتفرج عليها. انت على رايك انت لازم تحط يعني دراسه كامله وتتعرض على الناس، صح؟ صح. وتبقى زي ما بقول حوار مجتمعي مع الناس، بس انما هو المليار ده ندي لي الناس عشان يتفرجوا على الدوري. صح والله. لا صح. يعني نعمل لهم اشتراك شهري، ايوه، كل واحد يتفرج ياخد 50 جنيه، ايوه، يعني انت فاهم، ياخد 100 جنيه في السنه وشاهد لا هو الحقيقه احنا الفترات اللي فاتت الصراحه كان في حاجات كتيره وحشه في الاربع سنين، بس الجمهور طلع يقول لك شفر، لو عايزين تشفروا شفروا دوري الكره النسائيه، انا اشترك كلنا. الجمهور على السوشيال ميديا يقول لك ده البنت دي شبه عبد الشافي في الزمالك، ده البنت دي شبه حسين الشحات في الاهلي، ده البنت بتتفرجوا على تدريبات الاهلي والزمالك دلوقتي، خلاص بقى انت خلاص شفر ده بقى، ده مع ده يعني، انت خد ده هديه على الدوري، هديه، خد الكره النسائيه، خد في ايه الدوري بتاعنا، عفوا البيع، زي زمان انت بتتكلم دلوقتي على السوبر،
هو في حد كده ما يعرفش دوري السوبر؟ بتلعب في بلد تانية. لا انت كل شهر يعني في تنظيم وفي ملاعب وهما كمان بيأجلوا ماتشاتهم عشان خاطر يدوا. لا انت كل شهر تقول ايه؟ ايه ده الشهر ده في اجنده ده؟ خلاص بقى الشهر اللي بعده خليها الشهر. ايه ده فيش والله المنتخب هيلعب؟ طب انا اسف خليها الشهر اللي بعده. ودي معلومات جديده يعني، يعني حد بينزلها كل يوم؟ ما هي معروفه من اول الموسم. انا عايز ما اعرفش الشباب يطلعها ولا لا. المواعيد اتعدلت، ده اعلانه رسمي من لما كانت من 3 ل 7 او من 4 ل 7. هو الدوري هيبدا امتى؟ ده طبعا 30/10 صح؟ خلي بالك. قالوا الدوري 30/10. هو الدوري ده استثنائي صح؟ من 6 ل 6 6. انا بقول لهم لو حصل الاهلي والزمالك والمصري والفرق يوم 25 و26 صح؟ هيخلصوا من الماتشات دي. طب ما هو استثنائي لو اجلت 4-5 ايام الدوري ولا 6 ايام بدات في اول اسبوع برضه، وتقدر تلعب السوبر في اخر الشهر، ما عندك مواعيد كتير ده ممكن تبداوا قبل الدوري انت فاهم. لكن برضه ما حدش بيفكر اصلا في حته ان انا احط مواعيد صح، احط مواعيد من بدري او احدد ناس تبقى عارفه زي السوبر الافريقي. ما الناس حاجزه التذاكر خلصت نزلت في يوم وخلصت من بدري، الناس عارفه من بدري معروف وكل حاجه. لا الموضوع صعب. انا بحس ان في ناس بتنافس بعض جوه الاتحاد، ان هو انا عايز ابين ان انتوا مش شغالين، وحد تاني عايز يبين انتوا مش فاهمين. انت فاهم؟ انا حاسسها كده والله، يعني بكميه المواعيد المتضاربه. اصل انت بتتفق مع الجانب التاني، يعني انت بتتفق مع مجلس ابو ظبي، وانت بتتفق ما كنتش تعرف المعلومات دي يعني على اول تاريخ؟ ما انت اكيد يبقى عندك انت لو جاي حلقه او رايح اجتماع في اي مكان بيبقى معاك ورق، بتبقى عارف حتى المواعيد، عارف ايه اللي هتتكلم فيه، او عارف لو حد كلمك في حاجه او سالك هترد عليه ازاي. انما النقطه احنا اجتماع اتفقنا على ميعاد وروحت وما اعرفش الميعاد ده تمام ولا مش تمام. لا الامور الصراحه مش كويسه خالص، والدنيا مش احسن حاجه في شكل المنظومه اصلا، او اتحاد الكوره كمنظومه كبيره اصلا. منظومه بيتهيألي اول اتحاد افريقي في اول اتحاد رياضي. ايوه في افريقيا، في افريقيا او اتحاد كوره في الكوره مصر يعني، واول بطوله افريقيه واول بطل افريقي واول كل حاجه.